كشف سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن النظام الإلكتروني بنايات قد أصدر 1565 ترخيص بناء خلال عام 2022، حيث أوضح المبارك أنه بناء على توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالعمل على استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة، حيث تم ترخيص 1565 رخصة صادرة من خلال عام 2022 عبر نظام بنايات بمساحة إجمالية تبلغ 1,300,000 متر مربع. وتابع المبارك أصبح القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية إصدار الرخص من خلال إسناد طلبات رخص البناء للبناء الجديد إلى المكاتب الهندسية المعتمدة للمراجعة، إذا اقتصر دور الجهات الحكومية على التدقيق على الطلبات بعد صدور الرخصة، مشيرا إلى أن نظام بنايات أسهم في تسريع إصدار الرخص منذ تدشينه، مؤكدا أن الدعم الذي يحظى به النظام من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد أسهم في إنجاح العمل به بإشراف مباشر من الأجهزة الحكومية المعنية.